الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائل يقول: مات أبي منذ 19 سنة رحمه الله، وكان طيبا، وأنا أدعو له كل يوم في صلاتي. كان أبي مغتربا في فرنسا، يعني طالبا للرزق، حتى مات، وكنا نعيش في ذل أعمامي، لا إله إلا الله، شوفوا ديك الكلمة، وكنا نعيش في ذل أعمامي، وكان يزورنا كل عام أو عامين. شوف مسكين راح يخدم في فرنسا على أولاده، يزورهم كل عام أو عامين. قيسوا هذا مع بعض النساء اللي ما عندهمش العقل، راجلها يخدم في الصحراء، ولا هو من الصحراء يخدم في العاصمة، يغيب عليها نقولوا 20 يوم 30 يوم وتصيبها مقلبة الدنيا، كيف يغيب عليك؟ شوف هذا يا بالعام بالعامين وفي فرنسا. كنا نعيش في ذل أعمامي، وكان يزورنا كل عام أو عامين، وقد عاشر امرأة في الحرام وأنجب منها طفلا له اليوم نفس عمري 44 سنة، وهو يعيش في الخارج، وأحبه كثيرا، وبحثت عنه والتقيت به عدة مرات في سفري إلى فرنسا، فما حكم الشرع فيما قام به والدي؟ وما حكم علاقتي مع هذا الأخ الذي هو ضحية؟ أول حاجة يقول عليه الصلاة والسلام: اذكروا موتاكم بخير. دوك بابك هذا دار غلطة، ولكن هذا الغلطة راهي في بحر من الحسنات، يعني بابك هاو راح هاجر مسكين وخدم عليكم ووكلكم الحلال وكبركم، هذه راهي فيها بزاف حسنات. انت يا اكتشفت باللي باباك دار غلطة، خلاص انا عارف باللي غلطة، استغفر له. هذا منذ 44 سنة باباك دار غلطة، منذ 44 سنة. اما لا يعني نقصوا لها 19 سنة هذيك اللي مات فيها باباك، شوف شعال يعني منذ أكثر من 20 سنة دار خطأ، أكيد إن شاء الله يكون استغفر، يكون ندم، يكون عزيمة على أن لا يعود، يكون دار حسنة، يعني إحنا نتمنوا له الخير، هذه البدية. اثنين، أنك أنت ترحم على باباك، أترحم عليه وصدق له، دائما صدق له، قل له يا ربي هذه صدقة باش تسمح له، يا ربي هذه صدقة على بابا باش تسمح له، هكذا دائما صدق عليه. ثالثا، الواجب عليك أن تستره، ما تحكيهاش هذه. لو كنت بحثت دوك خواتاتك ولا خاوتك ما على بالهمش، ما تحكيش والو، خليها سر في بير، استر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا اللي يقول عليه النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما، معناتها هذاك المسلم أو دار حاجة دار معصية وعرفوها الناس، ما لا إنسان يستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر، واحد الإنسان صالح تزوج بمرأة، سمعوا الستر كيفه، تزوج بمرأة ليلة الدخلة صابها حاملة في شهرها التاسع، كانت مغطية روحها هكذاك بالجبب وبالسترة وبالحافوة، ليلة الدخلة حال، قالها يا إمراكي حامل، قالت له: والله 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 غير راني تبت وندمت، درت غلطة وراني تايبة وراني نادمة. قالت له: أسترني يا ولي الله، أسترني ربي يسترك، ما تفضحنيش، راهي فضيحة كبيرة لي والبابة يعني مصيبة كبيرة. خمم مسكين كتن صالح، خمم كيف يسترها، ولدت هذيك الليلة، عاونها باش ولدت
واش يدير واش يدير كيفاه يدير؟ شكون هذا اللي يتزوج في الليل الصباح مرته تصبح والده؟ شكون يصدقوا؟ اما لا راح في الليل قبل الفجر، قبل الفجر لواه هذاك الطفل في قماش، لواه 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 باش يحميه، وراح حطوه قدام الباب تاع الجامع، قدام باب الجامع. غير لاحظات قبل ما يبداو الناس يجوا للصلاة. أما لا جا جاوا الناس وجا الإمام يصيبوا كرطونة فيها طفل. بدات الناس كل واحد يقول أنا نديه أنا نديه، أعطوه لي نديه أعطوه لي نديه. منهم نسيبوا هذاك نسيبوا بابات المرأة نتاعو، يقول لهم أعطوه لي نديه، ادخل هو في وسط الغاشي. والناس كاع على بالهم باللي أو تزوج البارح. قال لهم شوفوا المرأة راهي مطلقة بالتالت وكذا وكذا، لو كان ما تعطوهوليش بابة الطفلة انخلع. كيف؟ قالوا لا لا اعطوه له اعطوه له اعطوه له اعطوه له وده. عاود رد لها قال لها والله لا أجمعن بينك وبين ولدك، ولكن توبي توبة نصوحة. قال لك قضت حياتها كلها تائبة توبة نصوحة، وجمع بينها وبين ولدها، كانت دائما تدعي له حتى ماتت، حتى ماتت وكانت تدعي له. واش تقول له؟ اللهم اجمع بينه وبين احبائه يوم القيامه. شوفوا الصتها اللي يسطها الناس وين وصلت. وحنا يا لالا احنا نحبوا الفضائح والكلام وكذا. اذا انت شوف يا اخي، اول ثالث حاجه او رابع حاجه اسطر باباك، انساها ما تجيش قاعد تجبدها، او ميت خلاص دائما ترحم عليه، دائما صدق عليه باش ربي يغفر له ويسامح له، وان شاء الله يوم القيامه يتلاقى بك ويفرح بك ويقول لك يا وليدي راك نفعتني، وهو راهو ميت ويتوصل الصدقه وراهو يدعي لك. اما هذا الانسان اللي يعني جابوا باباك فهذا ماهوش خوك من النسب، ولكن يجوز لك اذا مادام مسلم تتعاملوا بالحسنى، تحسن اليه يحسن اليك، تلاقى به تزور يزورك، هذه قاع جائزه يعني لا شيء عليك في هذا، ولكن ماهوش خوك من النسب. سائل من تبسة يقول ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو انسان ذكر حر من بني ادم اوحي اليه بشرع وامر بالتبليغ. اما النبي لا لا، النبي يجي على دين الرسول، النبي يجي على الدين تاع الرسول، ما يوحيلوش ربي بشريعة كاملة، وإنما يوحى إليه أنه نبي والواجب عليه يبلغ شريعة الرسول. ولذلك كانوا الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام تصيب الرسول واحد والأنبياء كثيرون هكذا، وختامهم سيدنا رسول الله، فلا نبي بعده، ومن باب أولى فلا رسول. إذن الرسول هو إنسان، إنسان ما هوش من الملائكة إلا لغة، ولا يكون يعني من الجن، لا لا من بني آدم، إنسان ذكر، ولذلك المرأة لا تكون رسول، لا يصح أن تكون المرأة رسول. الإنسان ذكر حر من بني آدم، ما يكونش من الجن، أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. هذاك القول يقول على النبي بأنه لم يؤمر بالتبليغ، هذا قول غير صحيح، ولا يصح أن يقرأ ولا يصح أن يتعلم. أو كي يعرف النبي يقول لك إنسان ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه أنه نبي ولم يؤمر بالتبليغ. كيف لم يؤمر بالتبليغ؟ هذا العلماء، العلماء واجب يبلغوا. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سبت أصحابي، يعني إذا ظهرت طائفة سب الصحابة كما يفعل الشيعة والمتشيعين، يسبوا أبا بكر يسبوا عمر يسبوا عثمان، يقول عليه الصلاة والسلام فلعنة الله على كاتم العلم يومئذ. يعني لعن النبي لي يكتم العلم، لأن لي يكتم العلم لازم يبلغه. ويقول عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم وكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. إذن هذو العلماء واجب يبلغوا، فما بالكم بالأنبياء؟ فهمتوا؟ سائل من العاصمة يقول قمت بتعليق العلم الوطني على شرفة بيتنا، ولكن أخي عارض ذلك ونزعها وقال لي نحن لسنا في البلدية ولا في الدائرة، فهل يحق له ذلك؟ يعني خوك هذا ما لوموش، خوك مسكين هذا هو كبر
ملي زاد وكبر هو يشوف الاعلام غير في البلديه، الاعلام غير في الدايره، الاعلام غير في الولايه، الاعلام غير في السيارات الدبلوماسيه. ومسكين كبر بهذه النظره، بهذه العقيده ان الاعلام غير في هذه الاماكن. لما جيت انت علقت الاعلام في بيتك قال لك ما احنا ماناش بلديه ولا الدايره، او كان خايف مسكين لو كان تعلق الاعلام يبداو الناس يدقدقوا، خويا جيت نخرج ورقه، خويا جيت نعقد الزواج، خويا كذا. يعني مسكين يعني واش عليه؟ علمه غيب العقل، نعلمه يبدا يفهم باللي الاعلام هذا ماشي تاع البلديه والدائره والولايه، هذا الاعلام تاع الامه الجزائريه. الله يفكرنا في الشهاده. انا من بعد ندير حصه خاصه على واحد السيد بعث لي فاكس قال باللي الاعلام تاع النبي عليه الصلاه والسلام كان فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا غير صحيح، غير صحيح. من اعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اعلام اسود فيه لا اله الا الله محمد رسول الله فهو اعتقاد خاطئ وهذا بدعه. لو كنت عندك اعلام حبي تدير فيه لا اله الا الله يجوز لك، ولكن اذا اعتقدت بهذا كان علم النبي فهو خطا. النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده رايه سوداء ورايه صفراء ورايه حمراء ورايه بيضاء، وهذه الرايه السوداء كان فيها خطوط بيضاء، ويعني النبي عدد الالوان رايات واعلام. كل لواء، هذا لواء تاع الجيش تاع بني فلان عندهم اعلام، الانصار عندهم اعلام، المهاجرين عندهم اعلام وله لون، القبائل العربيه كلها كانت لها اعلام ولها الوان. ما كاش منها كما نقول الان الرايه السوداء، الرايه السوداء تاع تنظيم القاعده يعتقدوا باللي هذاك هو الاعلام تاع النبي، لا هذا خطا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.